بمناسبة اليوم العالمي للشباب والذي جاء هذا العام بعنوان كونوا في الرجاء فرحين، وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة إلى الشباب المسيحيين في العالم، دعاهم فيها للعمل من أجل التحقيق الكامل للسينودس الذي لا ينسى، وقال: أود أن أمسككم بيدكم وأسير معكم في درب الرجاء لأحدثكم عن أفراحنا وأمالنا وعن حزن وألم القلوب التي تتألم، مذكرا قداسته الشباب بأن المسيح نفسه هو لنا نور الرجاء العظيم والمرشد في ليلنا لأنه نجم الصبح المنير. فالرجاء يتغذى من اختياراتنا اليومية، لذلك أحثكم على اختيار أسلوب حياة يقوم على الرجاء، فلا يمكننا أن نكون سعداء إلا من خلال مشاركتنا مع الإخوة والأخوات للنعمة التي يمنحنا إياها الرب يوما بعد يوم.